شويه على الشورت كاتس لما كنا بنتكلم عن التولز. وكل مره كنت بعوز افتكر فيها شورت كات كنت بروح ادوس على التول او اشوف التول اشوف ايه الشورت كات الموجود في البالون. طيب لو كمان عايز اعرف شورت كات من مين هروح لمين لفايل مثلا عايز اعرف ايه الشورت كات بتاعت مين. هو انا كل مره عاوز اعرف شورت كاتس هعمل كده؟ لا، في طريقه تانيه اسهل. لو رحنا على ايديت واخترنا كيبورد شورت كاتس اللي هي الت وشيفت وكنترول وكي شورت كات طويل قوي الافضل ان انا اجيبها من المنيو هكليك عليها. ومجرد ما بكليك عليها بتديني المنيو او الويندو اللي قدامنا. الكيبورد شورت كات في فوتوشوب قابله للتعديل، اتفقنا قبل كده. تمام. الويندو اللي قدامك دي ممكن تخش مثلا في قائمه فايل اللي احنا كنا فتحناها قبل كده اللي هي هنا وفيها الاختصارات، تغير الاختصار بتاع حاجه او تضيف اختصار الحاجه. يعني هنا في اللي هي open as a smart object ملهاش اختصار، ممكن تضيف لها اختصار. لكن لو ضفت لها اختصار موجود هيطلع لك وضن. وبنصحك تاني ما تغيرش حاجه ستاندرد، الافضل ان انت تخليها زي ما هي عشان تشتغل في اي مكان وعلى اي فيرجن. تمام. عشان نعرف الشورت كاتس ممكن نطبعهم. ممكن نطبعهم منين؟ لو عملنا كليك على كلمة سمرايز دي نكليك عليها هتطلع لنا الويندو اللي قدامك دي اللي هي بتاعت السيفنج، وهو مختار لك اسم للفايل نيم فوتوشوب ديفولتس. ممكن تغيره بس افضل برضه تسيبه زي ما هو. بمجرد ما هتسيبه هيسيب لك ملف HTML فايل، ممكن تسيبه على الديسكتوب وممكن تسيبه في اي مكان. انا مسيب واحد اهو على الديسكتوب. تمام. انا هكنسل لان انا فعلا مسيبه، كنسل وهكنسل ده كمان وهروح اوريك الملف التاني اللي انا مسيبه. ادوبي فوتوشوب سي اس 3 كيبورد شورت كات عباره عن لسته طويله قوي 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 من الشورت كاتس. تمام. عشان نتفق على افضل مجموعه شورت كاتس ممكن نشتغل بيها، اول حاجه كنترول ان وكنترول او، دول حاجه اساسيه. اوكي. وبعدين كنترول زي اندو وريدو، وعندنا شيفت كنترول بلس زي ستيب فورورد يعني اديني خطوه قدام، الت كنترول وزد ستيب باكورد ارجع خطوه لورا. دول مجموعه كويسه جدا المفروض ان انت تعرفها. حاجه ستاندرد في معظم البرامج اللي هي كنترول اكس اللي هي كات، وعندنا حاجه برضو معانا اللي هي كوبي اللي هي كنترول وسي، لكن هنا معاهم اف 3 واف 2 بيست معاها كنترول في وحاطط لها اكستنشن اللي هي اف 4. اوكي. بيست انتو برضو شيفت وكنترول وفي. فين برضو المفروض تبقى معاك في الليسته؟ كنترول تي برضو معاك في الليسته. اوكي. دول ان شاء الله اللي هم روتيت 180 وروتيت 90 وروتيت 90 اللي هي سي سي دبليو، دول احنا هنضيف لهم شورت كات. اوكي. ادجستمنت
ليفلز كنترول ال، اوتو ليفل اللي هي شيفت وكنترول ال، اوتو كونتراست اللي هي الت وشيفت وكنترول ال، انفرت برضو مهم قوي، ايمج سايز، كانفاس سايز، لير مفروض لير اللي هي شيفت وكنترول ان، اوكي جروب لير وان جروب لير اللي هما كنترول جي بلس جي وكنترول وشيفت وجي، الارينج طبعا بين تو فرونت وبين فورورد وسنت تو باك وسنت باك، دول الاكستنشن بتاعهم شيفت وكنترول بلس العلامه دي اللي هي الكود، تمام، كود يمين وكود شمال. عايزين التول اف، اوكي ادي تولز، دول بقى المفروض يتحفظوا عن ظهر قلب لان دول الارسنال بتاعتك او اسلحتك مع فوتوشوب. اوكي المجموعه اللي تحت خالص اهي، انت لو طبعت الكلام ده ممكن ياخد منك حوالي 6 صفحات او اكتر، ابدا تسلى فيهم وتسلى فيهم اكتر وانت بتشتغل. دول الشورت كاتس اللي احنا ممكن نطبعهم.